يا صباح الفل، النهارده هنعمل الغريبة اللي انا من عشاقها جدا. سهلة قوي ومش هتاخد وقت خالص مننا. نبدأ في المقادير. معانا كوباية ونص من الدقيق منخول، متعدد الاستخدامات طبعا، كوباية من السمنة، طبعا كل ما جودة السمنة تبقى كويسة هتدينا طعم رائع، كوباية وربع من السكر برضو نخلاه، ومعانا لولي وفستق للتزيين. مكوناتها سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد مننا اي وقت خالص. معانا بقى في العجان او هنضربهم بالمضرب الكهربائي او باليدوي، اي حاجة خالص، هي ما بتاخدش مننا اي وقت. هنضيف كوباية السمنة وهنضيف السكر وهنبتدي بقى نشغل عليهم على الهادي شوية كده لحد ما كله يتجانس مع بعض، وبعد كده هعللهم السرعة. كده تمام. انا بقى هضيف الدقيق وهنبتدي نخلط لحد ما احس ان العجينه لمت معايا في العجان وما تبقاش سايبه اثر في الجوانب بتاعته. هي ما بتاخدش عموما عجن كتير خالص يعني. كده بصوا اطراف العجان كلها نظيفه ومش سايبه اي اثر ليها. كده العجينه تمام عندي وبقت جاهزه. هحطها في بوله وهغلفها بالاستريتش وادخلها شويه تلاجة نص ساعه، عشان بعد كده نبتدي ان احنا نشكلها. بعد ما عدى على القريبة نص ساعة هنبتدي بقى ان احنا نشكلها كور. نحاول ان احنا بقدر الامكان نعملها كلها من نفس المقاس، مقاسات واحدة، ونحاول ان احنا كمان ما نكبرهاش قوي. هنا بصوا العجينة معايا هوريها لكم كده، هي مش محتاجة تاني ولا سمنة ولا دقيق ولا اي حاجة لانها ما اتشققتش معايا خالص. وهنا عملت اول صينية، هنبتدي ان احنا نزينها باللولي. وهنا هنحط لها الفستق. هنكون مشغلين الفرن قبلها على درجة حرارة 180. هي ما بتاخدش وقت كتير خالص الفرن، يعني ما انتظرش ان هي ممكن تاخد لون كده وتبقى ذهبي. هحاول بقدر الامكان اول ما يعدي عليها 10 دقايق ربع ساعه بالكتير ان احنا نشوفها تكون واخده لون خفيف جدا من تحت، وكده خلاص هعرف ان الغريبه بتاعتي استوت. ودي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. دايبة جدا وريحتها تحفة وحلوة قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وبالهنا والشفا.